مباشرة نتابع الشوط الرئيسي. 22 من كاس دبي العالمي، كما نشاهد الآن انطلاقة كبيرة بالفعل مثيرة، ولدينا التقدم مبكرا لمبتهج مع مايك ديكون، كريستوفر ساميلون بشعر سمو الشيخ محمد بن خليفة المكتوم في المقدمة. الآن تحول التقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد، حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لونج ريفر مع مايكل برزلونة، ولكن لدينا كان رانر فلوراند كيرو، فلوراند كيرو الخطير نيوليثيك المرتبة الثانية أو الثالثة الآن بالشعار العنابي قادم، ومن خلفهم مبتهج وبجوارهم كذلك لونج ريفر، ولكن بالفعل يقترب أروكيت، يقترب بالشعار السعودي، ولكن لدينا في أقصى اليمين هناك دخول ياباني كذلك، أو نعم جواو موريرا جولد دريم أوسامو هيرانا، وبالتالي ما زال خطيرهم، ما زال جن رانر في المقدمة، ومن خلف نيوليثيك، وهنا فور فور لونج أوب ماذا يجري هنا بالفعل؟ جن رانر ستيف أوسي موسين، ومن خلف أيضا نيوليثيك بدأ بالفعل روكيت الآن بالتحرك، بدأ روكيت بالتحرك، شد أروكيت سلامي على روكيت، أحلى تحية أكررها للمملكة العربية السعودية، روكيت بهذا الشموخ الكبير، روكيت يا خطير، روكيت نعم صقر من الصقور الخضراء هنا يحوم في مضمار العالم، في مضمار ميدان، في ملتقى العالم، في كأس العالم، الشعار السعودي موجود، شعار الأمير خالد عبد الله، التحية للمملكة العربية السعودية يا كاتب التاريخ مهلا، فهنا الأخضر موجود، هنا روكيت موجود، هنا بالفعل الأداء الكبير المدوي المثير بكل المعايير، أنت الخطير، أنت المثير، بطل البيجاسوس، بطل بكل المعايير، قادم من المضامير الأمريكية من أجل أن يحقق الانتصار. نبارك للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، ونبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا الفوز وهذا الإنجاز، أول فوز في النسخة 22 من كأس دبي العالمي، أول كأس سعودي ولأول مرة، مبروك